بسامين لإس نوستير اسمه إبشويس مارو اسمه يروف جنيلا وستيرو جابف لطارو إهريغون ووت مسمين تبشويس شو بشايني أمين ألي خير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من هنا العاصمه. مظبوط مدام لميس مش موجوده النهارده، هتغيب عنكم السبت والاحد، وهيكون ليا شرف تقديم الحلقتين مكانها، وتعود ان شاء الله بالسلامه يوم الاثنين علشان تحتفل معاكم بشم النسيم. كل سنه وكل المصريين في كل مكان بخير. اكتر حاجه احنا محتاجينها في مصر الايام دي هي الصلاه والدعاء والاحتفال والاحساس بالفرحه وباللمه من جديد. كنايس مصر كلها الثلاثه ارثوذكس كاثوليك وبروتستانت هتحتفل بكره باذن الله بعيد القيامه المجيد القداس. ابتدى زي ما بنتابع مع حضراتكم الساعه 8 مساء، وهيستمر حتى منتصف الليل، هيكون بحضور العديد من الشخصيات البارزة والشخصيات العامة والمسؤولين. وسبق وأرسلت الكنيسة دعوات لأعضاء من الحكومة والسياسيين والشخصيات العامة. من النهاردة الصبح وبدأ توافد الشخصيات الهامة لتقديم التهاني للبابا بابا توادروس. أبرزهم كان المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اللي زار الكاتدرائية وقدم تهنئة للبابا توادروس بمناسبة العيد. كمان حضر الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة بالعيد. بتقيم الكنائس الكاثوليكية قداس العيد الساعة 9 صباحا، بينما تقيم الكنيسة الإنجيلية قداسها صباح غدا الأحد في كنيسة قصر الدبارة. يستقبل البابا توادروس غدا الأحد الأباء والأساقفة والأباء الكهنة والعديد من مجالس الكنائس. ده هيكون بين الساعة 9 والساعة 10:30 صباحا، بينما هيستقبل المهنئين من المسؤولين الرسميين وكبار رجال الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية من الساعة 10:30 وحتى 1:30 بعد الظهر، ويلتقي بشعب الكنيسة من الساعة 2 وحتى 3:30 العصر. من المرجح أن المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي هيزور غدا البابا لتقديم تهاني للمسيحيين بمناسبة أعياد القيامة. يعني الاحتفال بعيد القيامة هو الثاني في عهد البابا توادروس بعد رئاسته للكنيسة واستقراره على رأس الكنيسة. كانت البداية السنة اللي فاتت 2013، وعيد القيامة هو احتفال سنوي بمناسبة قيام السيد المسيح حسب المعتقد في الديانة المسيحية من الموت، وبيسبقه بالطبع كما نعلم بيسبق العيد أسبوع الألام، الأسبوع اللي تحمل فيه السيد المسيح عليه السلام الكثير من التعذيب، يعني حتى رفع أو حتى حسب العقيدة المسيحية مات ثم قام حسب المعتقد المسيحي. إذن هذه الصور نتابعها مباشرة من الكاتدرائية بالعباسية والاحتفالات بعيد القيامة الذي يبدأ دايما في الليلة اللي بتسبق العيد بإقامة الصلوات والتراتيل والدعاء. المقدسة المباركة السمائية لمغفرة خطايا
ينضم لينا عبر الهاتف طارق احمد مراسل هنا العاصمه من امام الكاتدرائيه. طارق مساء الخير. مساء الخير. لو ممكن تقول لنا الاجواء عندك ومين ابرز اللي شاهدتهم بيدخلوا الكاتدرائيه للاحتفال الليله؟ نعم، بدأت بالفعل مراسم قداس أعياد القيامة المجيد في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يترأسه البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسط حضور كثيف من كبار رجال الدولة. طبعا الرئيس عدلي منصور، أوفد اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أوفده إلى مقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة نيابة عنه. أيضا هناك عدد كبير من الوزراء يحضر هذه الاحتفالات، في مقدمتهم السيد عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والسيد عادل العدوي وزير الصحة، والسيد هشام زعزوع وزير السياحة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الوطنية. قبل قليل حضر السيد حمدين صباحي المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية، وكما نعلم في صبيحة هذا اليوم حضر أيضا المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية السيد عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة إلى البابا. وتتواصل حاليا مراسم وطقوس الاحتفال بأعياد القيامة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. على صعيد الإجراءات التأمينية، هناك إجراءات تأمينية مشددة في محيط الكاتدرائية، سواء داخل هذه الكاتدرائية أو خارجها. في الداخل هناك انتشار لفرق الكشافة التابعة للكنيسة، حوالي 500 شاب وفتاة يؤمنون ويقومون بعملية النظام داخل مقر الكاتدرائية، إلى جانب أفراد من قوات الشرطة العسكرية وعدد من الدبابات والمدرعات المصاحبة لهم. في خارج الكاتدرائية هناك انتشار مكثف لقوات الشرطة وقوات الأمن المركزي، كانت هناك عمليات تمشيط واسعة في محيط الكاتدرائية والعمارات المطلة عليها والمحيطة بها. أيضا هناك انتشار للكلاب البوليسية ورجال المفرقعات، إلى جانب البوابات أو بوابات كشف المعادن، ويتم تفتيش جميع الوافدين أو القادمين للتهنئة إلى مقر الكاتدرائية. من المقرر أن يكون أو يستقبل البابا توادروس الثاني صباح الغد وفود المهنئين من شعب الكنيسة ومن كبار الزوار هنا في المقر البابوي، أيضا في مقر الكاتدرائية، وبعده سيتوجه إلى دير الأنبا بيشوي بمنطقة وادي النطرون لحضور أو حضور العمليات النهائية لإنتاج زيت الميرون المقدس، ومن بعده سوف يتوجه إلى دير السريان، الدير المجاور له تقريبا في هذه المنطقة، لحضور احتفالات بأعياد شم النسيم مع أساقفة الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس. طارق أحمد من أمام الكاتدرائية، أشكرك شكرا جزيلا. إذن مرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي حضر بالفعل لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهاني بعيد القيامة المجيد، وهو ربما الخبر الأبرز. أيضا هناك موفد من رئيس الجمهورية سيادة المستشار عدلي منصور، هذا إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والوطنية البارزة. طيب نتحول إلى تقرير حول استعدادات الكنائس للاحتفالات بهذا العيد، وسنبقى بالتأكيد نتابع هذه الصور الحية التي تأتيكم من الكاتدرائية بالعباسية للوقوف على كل مراسم الاحتفال بليلة عيد القيامة المجيد. هكذا تبدو الكنائس المصرية في أبهى صورها لأداء طقوس عيد القيامة المجيد، تزينت وبقيت بحلتها هذه في انتظار قدوم المصلين إليها ودق أجراسها. وتشهد الكنائس أيضا استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال بأكبر الأعياد المسيحية. احنا طبعا من يوم الجمعة امبارح كنا بنصلي طول اليوم، فما بقاش في حاجة اسمها تجهيزات، بقدر ما هو نجهز قلوبنا. يعني المفروض الناس تجهز قلوبها عشان تبقى فرحانة ان هي بتعيد. التأمين من بره بيبقى فيه الكشافة واقفة من جوه بترشد الشعب للطريق اللي بيوصلوا بيه للكنيسة من جوه، وفي حالة امتلاء الكنيسة بترشدهم للأماكن البديلة اللي بتبقى فيه شاشات عرض محدودة عشان الناس تشاهد القداس. أجواء خاصة يحتفل فيها المسيحيون بهذه المناسبة كل عام،
ورغم التهديدات الأمنية الحالية إلا أن الأقباط شددوا على توافدهم إلى الكنائس الليلة للاحتفال بها في تحدي لتلك الظروف الصعبة. أين غلبتك يا موت وأين غلبتك يا هوية؟ أمر الموت من خوفنا نهائي خالص. رجال الشرطة بيعملوا اللي يقدروا عليهم وغير كده يعني هم مأمنين المنطقة المكان اللي فيه أي كنيسة كويس جدا. في عز الأيام اللي فاتت روحنا صلينا وروحنا ما خوفناش. اليوم ده ما فيش حد بيقدر ما يحضرهوش يعني لأن ده هو اليوم اللي بيمثل لنا قيامة المسيح. ومع هذه الاستعدادات فإن الكنائس على موعد مع دق أجراسها وترانيم المصلين في طقوس قديمة تعرف عليها الجميع. لن تفلح الجماعات الإرهابية في إفسادها أو إفساد فرحة الأقباط بعيدهم. هشام الرباط، هنا العاصمة. شكرا هشام الرباط. إن شاء الله يعني مفيش حاجة تفسد فرحة المصريين ونفضل نحتفل بأعيادنا برغم كل الإرهاب اللي بيحاول إن هو يبث الرعب في نفوسنا، حادثة ورا التانية الصبح وبالليل، لكن المصريين مستمرين وبيحتفلوا وعايشين، وإن شاء الله إن شاء الله إن يعني الاستقرار هو اللي هيسود والأمن هو اللي هيسود ونبقى متوحدين على الفرح والسعادة بحماية ربنا بإذن الله. نتحول لمتابعات أخرى وهي الأبرز النهاردة موضوع الاستعداد للانتخابات الرئاسية. خبر خاص لهنا العاصمة وهو مصدر قضائي صرح للبرنامج بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدأت في حصر القضاء اللي هيتولوا الإشراف على الانتخابات القادمة. عددهم بلغ 15,397 قاضي من جميع الهيئات القضائية المختلفة. هيتم توزيعهم على 14,200 لجنة فرعية و352 لجنة عامة. المصدر أشار كذلك إلى أن اللجنة ستقوم بتسهيل على كافة القضاة وتأمينهم خلال مباشرتهم لعملهم في اللجان الفرعية والعامة، حيث من المقرر أن يشرف القاضي على اللجنة الفرعية المتواجدة بالقرب من محل إقامته تتيسيرا عليه طبعا. كما ستقوم المحاكم الابتدائية بالعمل على تقديم ما يسهل عمل القضاء. أيضا النهاردة وصل 2 من المراقبين من الاتحاد الأوروبي ضمن الفريق المشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية، وده ضمن اتفاقية كانت بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والاتحاد الأوروبي. غدا بإذن الله مفروض أن بتنتهي المرحلة الأولى من مراحل السباق الرئاسي بإغلاق اللجنة العليا للانتخابات باب الترشح، كما هيغلق أيضا الشهر العقاري أبوابه أمام توكيلات المرشحين، ده بعد 3 أسابيع من تخصيص اللجنة لهذا الوقت ليتقدم المواطنون بطلبات يعني ترشيح مرشحين بعينهم. المرحلة الثانية من المفترض أنها تبدأ هي الخاصة بالطعون ثم الاستعداد للدعاية. تقدم اليوم مرشح المحتمل حمدين صباحي بأوراق ترشحه للجنة العليا انتخابات. توكيلاته وصلت حتى الآن ل 31,555 توكيل، يكون المرشح الثاني في قائمة مرشحين للرئاسة بعد المشير عبد الفتاح السيسي اللي تقدم بأوراقه الأسبوع الماضي. المنافسة الآن أصبحت واضحة أنها هتكون بين السيسي وصباحي، لأن مش محتمل أن يكون في بكرة أي مرشحين بيتقدموا بأوراقهم، وخصوصا أن خلاص يعني الوقت انتهى وكان المطلوب 25,000 توكيل على الأقل من 15 محافظة كحد أدنى. تقدم المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات علشان يحصل على رمز النسر، هو نفس الرمز اللي استخدمه في انتخابات الرئاسة الماضية، ربما يعني تيمنا بالحظ السعيد اللي حالفه كونه كان بيعتبر الحصان الأسود في سباق الرئاسة الماضية، ولكن للأسف اللجنة الانتخابية قررت حذف هذا الرمز من قائمة رموز للانتخابات المقبلة. صباحي تقدم بكل الأوراق المطلوبة، أوراق ترشحه، إقرار الذمة المالية وبكل ممتلكاته. بالنسبة للمرشح الآخر عبد الفتاح السيسي، أعلنت حملته عن تشكيل لجنة للشباب بقيادة الدكتور حازم عبد العظيم كأمين عام وعضوية كل من محمود بدر، طارق الخولي، محمد بدران، كريم السقا، حسام حازم، وزكي القاضي هيكون هو مسؤول الإعلام والصحافة. بتعمل لجنة حسب البيان بيان الحملة عن تنظيم لقاءات
بتجمع المرشح الرئاسي المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي بكافة قطاعات الشباب، وده من أجل التواصل مع قطاعات الشباب المختلفة للتعرف على أفكارهم، وربما أيضا الاستعانة والتواصل معهم والتنسيق على أن هم يكونوا جزء من حملته ومن أيضا برنامجه الانتخابي. مستشار مرتضى منصور من الناحية الأخرى أعلن النهاردة تراجعه عن خوض السباق الرئاسي، برر ده بأن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة طارئة وطالبوه بعدم التقدم بأوراق ترشحه. قال أيضا المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي أنه هو صلى صلاة استخارة وقرر أنه هو ينسحب، ومع ذلك وجه سلسلة من الانتقادات والهجوم الحاد على عدد من الشخصيات في مقدمتهم بالطبع حمدين صباحي اللي نال القسط الأكبر من انتقادات المستشار مرتضى منصور الفترة اللي فاتت. حتى حملة السيسي لم تسلم أيضا من انتقادات منصور رغم إعلانه أنه هيؤيد عبد الفتاح السيسي. بيذكر أن مرتضى منصور لم يحصل على عدد التوكيلات المطلوبة، لم تصل عدد التوكيلات اللي قدمت لترشيح مرتضى منصور للألف، وده حسب مسؤولين في الشهر العقاري، بما يعني أنه كان هيجد صعوبة أصلا في الترشح، وبيجعل يعني موضوع التراجع هو خطوة منطقية من جانبه. نرجع مرة تانية لحملة حمدين صباحي علشان نعرف أكتر عن الخطوات الجاية. معنا المتحدث الرسمي باسم معي الأستاذ عمرو بدر، وهو رئيس اللجنة الإعلامية بحملة الأستاذ حمدين صباحي. أستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير. لو ممكن في البداية تقول لنا يعني أولا فكرة اللقاءات مع الشباب والاستعانة بالشباب وأن يكونوا يعني جزء رئيسي من حملة حمدين صباحي. يعني المشهد النهاردة يوم التقديم الأوراق كان معبر جدا، مئات من الشباب المتحمس والمخلص والمؤمن بالتغيير وبضرورة صعود مصر ل يعني مرتبة تستحقها والمؤمن ان المستقبل هيبقى افضل، كان ملتف النهاردة حوالين حمدين صباحي بهتافاته وبالمشهد اللي خرج عليه يوم التقديم. الشباب في حملة حمدين صباحي في وجهة نظري بيعبروا عن اولا ان حمدين صباحي هو مرشح المستقبل والمرشح اللي بيحط مصر على طريق القادم وليس الماضي. نعم. رقم واحد. رقم اثنين، هو كمان اللي بيدي حملة حمدين صباحي حيوية حقيقية وطاقة كبيرة في النزول للشارع والتعامل مع الجماهير وطرح. نعم. الافكار والبرامج وغيره. بس استاذ عمرو رغم ده انتوا كان عندكم مشكله في التوكيلات، في عدد التوكيلات لغايه اخر وقت كان في مشكله في الرقم، قيل ان لغايه 72 ساعه او 48 ساعه قبل يعني غلق باب التقدم كان في مشكله في ان انتوا ما وصلتوش للعدد ده. الحقيقه ان احنا ما كانش عندنا مشكله في جمع التوكيلات بقدر ما كان عندنا مشكله في صعوبات حقيقيه اتعرضنا لها وتعرض ليها انصارنا امام مقر الشهر العقاري في المحافظات، واعتداءات وعدم حياديه في كتير من الاحوال، وسجلنا كتير من ده في محاضر رسميه واعلناها في بيانات رسميه من الحمل للراي العام. اظن ان ده اثر طبعا على اداء انصارنا في المحافظات في مساله جمع التوكيلات. فيما يتعلق بالعدد فيعني تقديري ان العدد يعني الاجمالي لا يمثل يعني مؤشر لاي شيء. 100,000 او 200,000 او 50,000 المصوتين عددهم 53 مليون. ده الرقم الاولاني. رقم اثنين، ان حصيله الانتخابات ونتيجتها هتبقى بعد حملات تطرح، حملات تعمل وبرامج تطرح وافكار ومناظرات وغيره، ده اللي هيشكل وعي الناخب اللي رايح ينتخب في النهايه واللي هيختار. الخطوه الجايه استاذ عمرو هتكون ازاي؟ وخصوصا ان انتوا عندكم مشكله ان الـ يعني الفلوس او المخصصات لهذه الحمله هي محدوده في النهايه، هيكون اعتمادكم ايه؟ هيكون في زياره للمحافظات؟ هيكون اعتمادكم على ايه شكل الدعايه والوصول للمواطنين؟ يعني اولا فيما يتعلق بميزانيه الحمله والدعايه، احنا
طرحنا مبادرة لأن كل مصري يتبرع لحملة حمدين صباحي بجنيه، وقلنا لو وصلنا ل 15 مليون جنيه فإحنا هنكسب الانتخابات. ده بمعنى أن 15 مليون فرد، والمعنى والمغزى من ده اللي احنا قصدين أن الناخب يبقى شريك لينا في المعركة لأنه هو المستهدف الأساسي منها. فيما يتعلق بالدعاية، احنا يعني أول ما فتح باب الدعاية الانتخابية يتم هيبقى يعني عندنا يعني اتجاهين: اتجاه الدعاية التقليدية، المؤتمرات والندوات والسلاسل البشرية والمطبوعات وغيره، وعندنا أفكار في طرحها لجنة العمل الجماهيري نظن انها تبقى جديدة ومبدعة وتوصل رسالتنا للشارع المصري، ونفضل ان احنا نعلن عنها في وقتها ان شاء الله. طيب بالنسبة للرمز الانتخابي، احنا عرفنا ان كان استاذ حمدين كان اختار النسر، ولكن حسب المعلومات اللي عندنا انه هذا الرمز تم حذفه من قائمة الرموز للجنة الانتخابات، هيكون ايه الاختيار؟ احنا اتقدمنا بطلب لادراج النسر في قائمة الرموز، ولغاية دلوقتي ما تلقيناش رد من اللجنة العليا للانتخابات ان كان ده تم ولا لا. هو رمز النسر ما كانش موجود في قائمه الرموز اساسا، لكن احنا طالبنا بادراجه، وفي كل الاحوال احنا هنحترم القرار اللي هيخرج من اللجنه العليا فيما يتعلق بالرمز. لو تم اختيار رمز النسر يبقى كويس، ما تمش هنختار من القائمه الموجوده. نعم. طيب بالنسبة لردكم على الانتقادات اللي وجهت لكم النهاردة من المستشار مرتضى منصور، والخاص بأن كان في بعض التصرفات من جانب الحكومة اللي كانت بتميل للتمييز لحملة حمدين صباحي، ردكم على هذه الاتهامات؟ يعني أنا مش عايز أرد على الاتهامات دي تحديدا، أنا عايز أقول أن يعني في حملة عموما على أستاذ حمدين صباحي من رموز دولة مبارك، واضح جدا يعني واضحة جدا في خلال الفترة الأخيرة أن رموز دولة مبارك كانوا بيهاجموا حمدين صباحي. فيعني أنا مش هرد، أفضل أن أنا ما أردش على كلام المستشار مرتضى منصور، لكن أنا اللي يهمني أن أنا أوضح للرأي العام أن في حملة حقيقية من دولة مبارك اللي عايزة ترجع على حمدين صباحي. نعم، بشكر حضرتك أستاذ عمرو بدر، شكرا جزيلا. أتحول الآن لأستاذ محمد بدران عضو لجنة الشباب بحملة المشير السيسي. أستاذ محمد، دور الشباب أيضا في حملة السيسي وتشكيل هذه اللجنة اللي هيرأسها الأستاذ دكتور حازم عبد العظيم. الموضوع تشكيل اللجنة النهاردة بيعبر عن اهتمام اللجنة الكبير بالشباب، واهتمام خاص بكافة المشير شخصيا بالشباب، وأكد على كل اجتماعاتنا وفي كل لقاءات بالشباب هو عمود الحملة، وهيعتمد على الشباب بشكل كبير جدا سواء في الحملة المركزية أو في المحافظات. والنهارده جينا للتشكيل تشكيل لجنة الشباب ليعبر عن ده، لجنة بتتولى التعامل مع قطاع الشباب بصفة يعني مركزة وبصفة خاصة، وهتبدأ عقد لقاءات معاهم بصفة دائمة في كل المحافظات، هتشكل لجان فرعية في جميع محافظات مصر، هيكون في تواصل أكثر مع الشباب، هيكون في تبادل أفكار، هيقعد الشباب أفكارهم ورؤاهم في تطوير البرنامج الانتخابي او حتى في قياده البلد ان شاء الله. هكتشف اكثر شباب متميزين، شباب قادرين على استكمال المهمه معانا. هيكون في تعاون طبعا مع شخصيات هامه وشخصيات مرموقه هتساعدنا في اداره لجنه الشباب. هتقوم اللجنه المركزيه لاسس اللواء اللي معانا النهارده بتشكيل مجموعات اخرى من الشباب تولى برضه مهام معينه خلال ايام قليله قادمه. ده بيجي كخطوه مبدئيه ان احنا مش بس بنوحد الشباب بالمؤيد السيسي للانتخابات، ولكن هو ايضا توحيد للشباب لانتخاب الهمة لمراحل انتخابات الرئاسه ان شاء الله ومرحله بناء الوطن. نعم. طيب ممكن نعرف اذا يعني في خطه ان يكون الشباب هم جزء مش فقط من الحمله ولكن من البرنامج الانتخابي، ولا هيكون اللجنه دي بشكل مؤقت هي فقط اثناء الحمله وتستوفي يعني الغرض منها؟ حضرتك اللجنه دي مشكله عشان تبدا تاخد افكار الشباب في الانتخابي وتعليقاتهم وتوجيه اللجنه وتوجيه الحمله، اداره الحمله بشكل شبابي، يكون في تعليقات ويكون في اقتراحات تصف سياده المشير شخصيا ومؤكد الاداء. ده كان احد اسباب تشكيل اللجنه، زي ما قلت برضه مش بس اللجنه دي معموله عشان الانتخابات، معموله عشان تصطمن بها الشباب بمرحله ما بعد الانتخابات اللي هي مرحله الوطن اللي احنا محتاجين فيها كل الشباب المصري مستشار المسؤول التنفيذي المتوقع عليه، انه يبدا ان شاء الله بعد الانتخابات الرئاسيه يكون له دور مؤثر كلنا مع بعض بقى، سواء شباب المؤيد للاستاذ حمدين صباحي او شباب المؤيد للاستاذ عبد الفتاح السيسي، كلهم ايد واحده عشان نبني.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد بدران عضو لجنة الشباب بحملة المشير السيسي. نتحول لخبر الحقيقة يعني من الأخبار العاجلة اللي وردت يعني في الدقائق الأخيرة، إن تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج مساء اليوم من السيطرة على حريق نشبة في 31 منزل ومبنى للشؤون الاجتماعية بمركز جهينة نتيجة لسوء الأحوال الجوية اللي بتشهدها المحافظة بعد عصر اليوم. معنا من سوهاج مراسلنا هناك محمود مقبول يطلعنا على المزيد من التفاصيل. محمود مساء الخير. مساء الخير يا فندم. لو ممكن تقول لنا التفاصيل بالضبط الحريق وإيه الأضرار اللي نجمت عنه؟ عصر اليوم سوء الاحوال الجويه ضرب محافظه سوهاج، عاصفه ترابيه محمله بكميه كبيره من الاتربه تكاد تكون اخفت معالم المحافظه بالكامل. هذه العاصفه كانت غير متوقعه وجاءت في وقت غير متوقع. بدات عمليه الحرائق في نشوب حريق عدد من اشجار النخيل على طريق سوهاج اسوان الزراعي عند قريه جزيره شمبويل. عقب ذلك حدث بلاغ اخر في طريق شفوره يدوس حريق في عدد 3 منازل. ساعد عملية سوء الأحوال الجوية ساعد في انتقال الحريق من المنزل الأول إلى منزلين آخرين. تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والأهالي. بعدها بعدة ساعات تلقت قوات الحماية المدنية بلاغ آخر كان في قرية اسمها في نجع اسمه نجع الزبولة في غرب طهطة، نشب الحريق في عدد 7 منازل وده كان سببه نعم. ان سوء الاحوال الجويه تسبب في تقطيع لاسلاك الكهرباء الهوائيه اللي هي تمتد بين العمدان. الاسلاك دي لما سقطت على المباني تلك المنازل حدث حريق فيها، انتقل الحريق هناك عدد من الماشيه والطيور وكميه من الاغلال و طب محمود يعني 30 اكثر من يعني من 30 منزل الاسر دي، هل المحافظه وفرت لها مكان اخر؟ ايه اللي هتكون الاجراءات الاوليه على الاقل؟ عندنا في الصعيد ما يعني دايما بيلجا المصاب يعني اصحاب الكوارث الى اقاربهم في المقام الاول للانتقال والاعاشه، ويعني في الصعيد دايما بيكون في منازل بديله للاهالي، يعني كل واحد من الاهالي بيكون ليه منزل اخر للانتقال اليه وعند احد اقاربه او نسبه او اسهارهم في المحافظه. البلاغ الثالث كان في قريه جهينه في جهينه الشرقيه 20 منزل صغير، بدات الحريق في جذوع النخيل، ساعد على زائل اشجار النخيل، ساعد سوء الاحوال الجويه على انتقال الحريق الى المساكن الصغيره. بعدها نفق على اثارها عدد 7 راس ماشيه واصابه احد اشخاص من اهالي القريه اثناء مشاركه الحريق بحاله اختناق. عدد المنازل التي احترقت اليوم او الصغيره والكبيره هي 30 منزلا احترقوا وتم السيطره عليهم، والان الحمايه المدنيه قامت باعمال التبريد للاماكن. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمود مقبول كان معنا من سوهاج. أيضا من الأخبار اللي بنتابعها النهاردة جنازة الرائد الشهيد محمد جمال الدين مأمون واللي شيعت يعني ظهر اليوم. الشهيد استشهد بالأمس إثر انفجار وقع بمنطقة المرور أسفل محور ميدان لبنان. الجنازة تقدمها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأيضا كان يتقدمها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وزملاء الشهيد وأفراد أسرته. التقرير المبدئي لطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة كان استقرار شظايا القنبلة ومسامير في الرأس إلى جانب تهشم الجمجمة ما أدى إلى بروز المخ إلى الخارج. والدة الشهيد قالت إنها علمت بالخبر من التلفزيون أثناء احتفالها بعيد ميلاد طفلة الشهيد. جماعة تطلق على نفسها أجناد مصر هي اللي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث الإرهابي اللي أودى بحياة الشهيد الرائد محمد جمال الدين أمس، وأيضا أعلنت الحركة في بيان لها مسؤوليتها عن استهداف كشك المرور بميدان الجلاء يوم 15 إبريل يوم الثلاثاء اللي فات، واستهدافها أيضا لسيارة ضابط شرطة بميدان الحصري في 10 إبريل في مدينة 6 أكتوبر. بيؤكد جميع الخبراء أن هذه الحركة
وغيرها من الحركات اللي بنشوفها بتعلن عن مسؤوليتها عن حوادث إرهابية في أماكن متفرقة من الجمهورية، هي ما هي إلا يعني ستار لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ومجرد أسماء لتنظيمات وهمية في الآخر هي بترجع أو تحت عباءة التنظيم الأكبر تنظيم الإخوان. نستمع لكلمة من والدة الشهيد. يالله ونعم الوكيل، حسبي الله، خطفوا ابني مني، خطفوا ابني من حضني. قلت له يا محمد اعمل معروف، يا محمد خد اجازه من الشرطه قبل ما تهدى الامور. ابدا، قال لي ابدا يا امي انا راجل، انا لازم ادافع عن بلدي. رحم الله الشهيد، يعني وربنا يصبر كل الامهات اللي كل يوم للاسف هم اللي بيمشوا في جنازات ولادهم. معنا بينضم إلينا دكتور سمير غطاس، هو مدير منتدى الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات. دكتور سمير، مين هم أجناد مصر؟ من هي هذه الجماعة؟ يعني أجناد مصر، الإعلان الأول عن جماعة أجناد مصر صدر يوم 25 يناير الماضي، ويجب أن يعرف الجميع أن البيان الذي عرف بوجود هذه الجماعة صدر عن أنصار بيت المقدس في نفس اليوم. كما هو معروف انه في يوم 25 يناير الماضي جرت محاولة تفجير مبنى مديرية امن القاهرة في الساعة 6:30 صباحا، بعدها بسبع دقائق بالضبط تم تفجير عبوة امام وحدات من الشرطة في الدقي امام محطة البحوث، بعدها بعشر دقائق تم تفجير عبوة اخرى في الطالبية، بعدها بساعتين تم تفجير عبوة امام سينما في الهرم واستشهد فيها مواطن مصري امام هذه. جماعة انصار بيت المقدس اعلنت في بيان لها انها غير مسؤول عن هذه العمليات الثلاثة التي اشرت اليها، وقالت ان هناك تنظيم يدعى اجناد مصر هو الذي نفذ هذه العمليات. وبالتالي هناك علاقة اولى معروفة بين الجماعات الارهابية جميعا بما فيها جماعة انصار بيت المقدس. وأذكر هنا بأنه كانت هناك أيضا جماعة أخرى تدعى كتائب الفرقان، وهذه الجماعة بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات تلاشت ثم اختفت، ثم ظهر في الساحة أيضا تنظيم آخر ادعى أن اسمه أنصار الشريعة وأعلن مسؤوليته عن قتل وإصابة 14 من الضباط وجنود الشرطة، ثم اختفى أيضا، والآن تظهر على الساحة هذه الجماعة وتتصدر المشهد السياسي ببياناتها. طب دكتور سمير، يعني معنى كده ظهور جماعات من وقت للتاني تعلن عن عمليات ثم تختفي كما ذكرت، كل ده بيؤكد الرأي أو بيدعم الرأي اللي بيقول أن كل هذه الجماعات تتحرك تحت يافطة كبيرة هي جماعة الإخوان المسلمين، ما هي إلا أسماء وهمية ولكن الجماعة هي من يقف وراء كل هذه العمليات؟ لقد قلنا بوضوح منذ البداية أنه كل الجماعات الإرهابية الموجودة أصلا منذ فترة طويلة في سيناء لها علاقات وارتباطات عضوية وتنسيق عملياتي بينها وبين الإخوان المسلمين، لكن في الفترة الأخيرة عدد كبير من شبان الإخوان المسلمين وخاصة وقد انخرطوا في العمل الإرهابي، وهم الذين يتولون الآن العمل في هذه الجماعات الصغيرة التي تحمل مثل هذه الأسماء. وبالتالي فأنه المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين، لأنه منذ عملية الفنية العسكرية عام 74 قررت جماعة الإخوان المسلمين أن تقوم بالإرهاب بالوكالة وعن طريق جماعات، فإذا فشلت العملية لا يعلن أي من الذين يتم القبض عليهم أو ضبطهم أنهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين، وإنما ينتموا إلى جماعات تحمل مثل هذه الأسماء. جماعات الإخوان المسلمين مورطة مباشرة في عمليات الإرهاب، وهي مرتبطة عضويا بجماعات القاعدة التي تنفذ بعض العمليات في مصر، لكن عملية جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي هو المسؤول الأول عن كل هذه العمليات، وهو مورط بكل الإرهاب الذي تشهده مصر. نعم، ماذا عن ليبيا تحديدا وهذا الخطر الذي أشرت إليه أنت يعني أكثر من مرة؟ هل هناك يعني
تحرك سهل على حدودنا الغربية، هناك يعني بوجود الجماعات الموجودة هناك وبعض الشخصيات من جماعة الإخوان المسلمين اللي موجودة في ليبيا بتتحرك مع جماعات أخرى وبيسهل نقل السلاح وتهريبه، أصبحت يعني هي المركز الآن، مركز التخطيط وتصدير كل العمليات اللي بنشوفها داخل مصر. يعني للأسف الشديد لأول مرة في تاريخ مصر تكون حدودنا الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية تقف خلفها أنظمة غير صديقة، لا أريد أن أقول معادية لكن غير صديقة. ففي غزة مثلا هناك جماعة حماس التي هي فرع من فروع الإخوان المسلمين، وأخيرا كشفت أنا أمام العديد من الفضائيات أن حماس الآن تضم في داخل غزة جماعة داعش، المعروف أنها الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأنها وصلت بالفعل إلى داخل قطاع غزة، وكشفت اليونايتد بريس انترناشونال أول أمس عن 9 صور لمجموعات من غزة تتدرب مع داعش. وبالتالي فإنه إلى جانب طبعا الجماعات الإرهابية الأخرى وتهريب الأسلحة والأفراد إلى آخره، والذي تتحمل جماعة الإخوان المسلمين أو فرع الإخوان المسلمين في غزة المعروف باسم حماس المسؤولية الأولى والمباشرة عن ذلك. فيما يتعلق بالحدود الغربية، قلنا وأشرنا عشرات المرات أن هناك 14 من قيادات تنظيم القاعدة الذين خرجوا من جوانتنامو وسلمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيهم عناصر كبيرة معروفة لدى الولايات المتحدة ولدى كل أجهزة الأمن موجودة وأقامت معسكرات واستولت على مخازن الأسلحة. كان هناك 2 من أخطر الإرهابيين المصريين الذين تمكنت قوات الأمن المصرية من إلقاء القبض عليهم بعد أن تسللوا إلى مصر، ثروة صلاح شحاتة وأحمد سلامة مبروك. وهناك 3 معسكرات داخل ليبيا تمولها قطر وتشرف عليها المخابرات التركية وتنظيم القاعدة لتدريب بعض العناصر، لكنني لا أريد أن أهول من قوة هذه المجموعات، لأن عدد المصريين الموجودين في هذه المعسكرات لا يتعدى 400 عنصر، ونحن نعرف جميعا أنهم من طلاب الإخوان المسلمين الذين تسللوا أو من بعض العناصر التي تسللت إلى ليبيا بدعوى البحث عن عمل إلى آخره. يوجد خطر داهم وكبير من هذه الجماعات، ومع ذلك تقوم قوات الأمن بمحاولة ضبط الحدود مع ليبيا، وهي أطول حدود 1200 كيلو، لكن هناك عمليات ناجحة أيضا في إحباط مثل هذه العمليات وضبط هذه العناصر. الحدود الجنوبية مع السودان أيضا يتم تهريب الأسلحة عبرها إلى داخل مصر، وتبذل جهود شديدة، وأيضا حذر السودان من أن تكون حدوده سائبة وأن يتم منها تهريب الأسلحة والأفراد إلى داخل مصر. طب دكتور، وأنت تتحدث عن حدودنا الشرقية الغربية والجنوبية، يعني هذه المخاطر التي تحدق بمصر من جميع الجهات، ربما ده بيدعو أن يكون في عمل منظم بشكل ما، ولا ده صعب مع الحدود الطويلة مع تشتت المواقع اللي بيحاول صد الإرهاب القادم منها؟ وإيه مقترحاتك للتعامل الأمني مع يعني من وجهة نظرك مع هذه الأزمة؟ احنا نبهنا مرارا كل المواطنين المصريين انه هذا النوع من الارهاب بشكل عام لا توجد مواجهة مع الارهاب تنتهي بالضربة القاضية ومن جولة واحدة. العالم كله يخوض حرب طويلة مع الارهاب، وفي هذه الحرب يتم حصار الارهاب اولا ثم تصفيته لاحقا واكتساسه. مصر خاضت تجربة من 85 الى 93 حيث تم اكتساس الارهاب، لكن في هذه المرحلة الموجة التي شهدتها مصر من 85 إلى منتصف التسعينات 93 تقريبا كانت موجة محلية في أغلبها. مصر الآن تواجه بتحالف ما بين الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وجماعات التي أفرج عنها محمد الرئيس المعزول وعفى عنها وعادت للعمل مرة أخرى، إلى جانب مجموعات تسللت، وأيضا هناك كما أشرت تهريب للأسلحة من 3 حدود مشتركة وتمويل من دولتين إقليميتين هما قطر وتركيا، إلى جانب رعاية مخابرات دولية كبرى لهذه الجماعات. وبالتالي نحن نواجه بحرب إرهابية كبرى، ومع ذلك يجب أن نقول ونفتخر بأن القوات المسلحة المصرية تمكنت من حصار إطباق الحصار على سيناء، واكتشف المواطنين جميعا كذب وادعاءات جماعة أنصار بيت المقدس التي قالت أنها قبل أيام أنها ستولي المفاجأة الكبرى الساعة 11 وقالت أنها سيطرت على سيناء، وهذا كذب، وكل وكالات الأنباء اكتشفت هذا الكذب، وأن القوات المسلحة تمكنت من حصار الإرهاب ومحاولة تصفيته واكتساسه من سيناء بالكامل. فيما يتعلق بداخل مصر، فإن أجهزة الأمن تمكنت من إيقاع
ست ضربات كبرى ربما كان من بينها عرب شركس وإلقاء القبض على ثروة صلاح شحاتة وقيادات كبيرة من جماعة الإرهاب. هناك جزء هناك يعني جهد يبذل على مدار الساعة، لا أحد يستطيع أن يمنع عمليات إرهابية 100%، لكن هناك ضرورة لإحكام أولا إحكام السيطرة على الحدود ومنع أي ثغرات. اثنين، يجب أن يعرف المواطنين جميعا أننا في مواجهة حرب طويلة وممتدة وشرسة مع الإرهاب الذي وصفته، وبالتالي تعاون المواطنين عامل مهم جدا لاكتشاف مبكر للعناصر الإرهابية ومحاولة منع الجرائم الإرهابية قبل وقوعها، إلى جانب بالطبع تحسين في أداء الشرطة والأجهزة الأمنية، إدخال عناصر جديدة ومواد جديدة مثل الكاميرات المتنقلة، مثل أجهزة حديثة لمراقبة كل هذه الجماعات ومحاولة تصفيتها. أنا أعتقد أنه إذا بذل جهد مشترك في هذا الشأن فأنه يمكن تضييق الخناق على الإرهاب ثم محاصرته تمهيدا لاكتساسه من مصر بإذن الله، حتى تصبح مصر خالية تماما من هذا الإرهاب. بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس مدير منتدى الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات على هذه المداخلة. نتحول معكم الآن إلى فاصل قصير، بعده نتابع باقي فقرات هنا العصر. نحتفل بشراكة ما بين مجموعة طيبة المنزلاوي وشركة هيتاشي اليابانية لإنتاج أنظمة التكييف المنزلي والمركزي في مصر لأول مرة، وده أول تعاون لشركة هيتاشي في تصنيع هذه الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا. حجم الاستثمارات في هذا المشروع هيكون 30 مليون دولار. لن أتقدم بأوراق ترشحي، وأنا شخصيا بقناعة مني بأيد المشير السابق عبد الفتاح السيسي، وأقول لكل مصري بيحب البلد دي مش وقت الهزار، مش وقت السشوار، مش وقت الكلام ده خالص. أهلا بحضراتكم من جديد. فيلم حلاوة روح لسه بيثير أزمة كبيرة بين الفنانين والمبدعين وما بين الحكومة تحديدا رئيس الوزراء. النهاردة كان في لقاء بين رئيس الوزراء ومجموعة من المثقفين والفنانين لاحتواء هذه الأزمة وهذا الغضب، ولكن برغم هذه المقابلة إلى أنه أصر المهندس محلب على وقف عرض الفيلم حتى عرضه على المصنفات الفنية. مخرج خالد يوسف عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء قال أن المهندس إبراهيم محلب أصدر قرار للرقابة على المصنفات بإعادة مشاهدة الفيلم مرة تانية وحذف المشاهد اللي تسببت في الأزمة وانتقاد المواطنين. مركز بصيرة لبحوث الرأي العام أصدرت يعني بعض النتائج الخاصة بهذا الموضوع، وقالت ان حوالي 67% ممن سمعوا عن قرار ايقاف عرض الفيلم بيوافقوا على هذا القرار، 9% فقط لا يوافقون، و24% اجابوا بانهم محايدين او غير مهتمين. ايضا من التفاصيل المهمه عن نتائج بصيره ان 42% من المصريين لم يسمعوا عن هذا الفيلم اصلا، و6% ما سمعوش عن قرار رئيس الوزراء بوقف عرض الفيلم. نسبة الموافقة على قرار منع الفيلم أو تحويل المصنفات كانت أعلى بين الإناث عنها بين الذكور، 71% من السيدات كانوا موافقين على القرار في مقابل 63% من الرجال. أيضا الفئة العمرية كان ليها نصيب، بنلاقي أن الفئة العمرية المتوسطة ما بين 30 و 49 عام كانوا هم الأكثر موافقة على هذا القرار عكس فئات عمرية أقل سنا. اللي كان مدهش جدا في هذا الاستطلاع هو ان نسبة الموافقة على القرار في الحضر
كانت أعلى من الريف اللي ممكن نتخيل أن الريف أكثر محافظة، لكن الحقيقة النتيجة قالت غير كده، قالت أن 71% في الحضر كانوا مع القرار وفي مقابل 60% من الريف. أيضا نسبة المحايدين في الحضر كانت 21%، في الريف كانت 30%، يعني مش بعيدة قوي. نتائج كمان بتقول أن الأكثر تعليما كانوا مساندين أكثر للقرار ده، 56% ممن لم يلتحقوا بالتعليم أو حصلوا على تعليم متوسط كانوا مع القرار، في مقابل 84% من الحاصلين على التعليم العالي والجامعي كانوا بيؤيدوا هذا القرار. معنا على الهاتف أستاذ طارق الشناوي ناقد السينمائي. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا، مساء الخير، ازيك أستاذ؟ أهلا بيك أستاذ طارق. يعني في رأيك الاجتماع النهاردة بين رئيس الوزارة والمجموعة من الفنانين والمثقفين، رغم أنه ما غيرش موقفه، لكن في رأيك بيدل على إيه؟ الحقيقة بيدل على أنه جزء كبير من المثقفين بيتحولوا إلى غطاء للدولة، بحيث تزداد شراسة في استخدام أدواتها كقمع رقابي، بغض النظر عن انه الفيلم اللي حضرتك رأى فيلم رديء فنيا، وانا كتبت عنه كتير وده رأيي دائم فيه، انما المشكلة فيما بعد، انك انت لما بتفتح الباب للاحكام الاخلاقية على الفن ممكن يبقى فيه فيلم سياسي بسبب حكم اخلاقي على مشهد او كده تمنعه في هذه الحالة. فعشان كده الخوف من القادم، مش عشان فيلم رديء بندافع عنه اطلاقا، انما هو في خوف من القادم انه يحصل اشياء قديمه بنفس المعنى. طب استاذ طارق، يعني المنع ده ما هوش الاول من نوعه، كان في منع الافلام قبل كده ولم يؤثر على حركه السينما والابداع في تاريخ السينما المصريه تحديدا، اقصد زي ضرب الهوى وخمسه باب مثلا، وطلعت بعد كده افلام كثيره جدا وما كانش في يعني كل هذا التوتر مثلا. ما هو المشكله ان احنا ما بنستفدش من الدروس. لما في 83 لما أصدر وزير الثقافة عبد الحميد رضوان الراحل عبد الحميد رضوان القرار، كانت الرقابة فعلا وقفت على الفيلمين وأظن اتعرضوا بضعة أيام في دور العرض، وفجأة تم سحبهم، رفعت دعوة قضائية وأعيد عرضهم مرة أخرى، بس بعدها بعدة سنوات. إنما ظل إن في شيء خاطئ في المنظومة نفسها، المنظومة الرقابية. بصي، الدولة متصورة إنها ممكن يخلو الفن من اعمال رديئه. ده تصور داخل الدوله ممثله في السيد رئيس الوزراء. انا بقول ان عمر ما الرداءه بتختفي. عمر، لكن احنا ندعم الابداع، ندعم الفن الجيد. فهو ده طالما الجمهور بيجد البديل الجيد، الفن اللي هو المبتذل او اللي فيه اسفاف بيموت. انما مفيش مصفى كده من الاول تمنع، انما الذائقه نفسها بتاعت الناس هي القادرة على الاختيار. طيب فيلم نوح اللي كان حواليه في مشكلة ولغط كتير، ويمكن في حوار مع حضرتك قبل كده قلت لنا انه في موافقة على عرضه، ولكن لغاية دلوقتي ما نزلش دور العرض. الفيلم نزل دور العرض، في رأيك واحنا قدام الفيلمين دول، نوح اللي كان عليه اعتراض وهو يعني في صراحة قيل انه في الإسلام تمثيل الأنبياء حرام، ومع ذلك يعرض الفيلم في الوقت اللي فيه مشكلة حلاوة روح. بيعرض فين يا شريف؟ بيعرض فين نوح؟ عفوا؟ نوح لم يعرض بعد رسميا. نزل خبر على مواقع الإخبارية إنه الفيلم هيبتدي عرضه هذا الأسبوع. يعني عموما ما بصدقش أول مواقع الإخبارية، معرفش يعني لازم هل ينزل الأربعاء الجاي مثلا؟ أعتقد. بس هو لم يعرض حتى الآن بالمناسبة، يعني لم يعرض. طبعا في قرار بعرضه من الرقابة، ده صحيح. طيب يعني تحويل الموضوع للرقابة مرة تانية، يعني ده ما هوش قرار تعسفي بالمنع المطلق، يعني حضرتك مش شايف انه في نوع من المراجعة ربما بسبب الاستياء العام؟ بصي، الفيلم بقولك مش عليه اقبال، يعني الجمهور نفسه ما راح، يعني انت تخاف من فيلم مكسر الدنيا. يعني انا فاكر عبد موتى لما اتعرض كان في هجوم على دور العرض من مئات المشاهدين، اللي مثلا راح يجيب تذكره ما لقاش تذاكر، بعضهم حتى من دور العرض. يعني كان في حاله
من التوحد مع شخصيه البطل كويس ومع الفيلم. المره دي انت فاجئت فيلم اساسا الجمهور ما حسش بيه على الاطلاق. في مشاهد فيها عربي فيها جنس في مشاهد فيها تلكيك في، انما ده كله يحارب بمقالات نقديه بان الجمهور نفسه يبتدي النوعيات دي من الافلام يلفظها وهكذا، مش يحارب بان الدوله تفضل يبقى هدفها مطارده الفن الرديء او العمل الفن الرديء. لا، الدوله لازم تدعم الفن الجيد. نعم. لكن وقت الكوريين بيموت الواحد هيموت، لكن مش هيختفي، يظل عبر الزمان. لازم فيه اغاني رديئه، لازم فيه مسلسلات رديئه، لازم فيه افلام رديئه. طب في رأي حضرتك الاستطلاع بصيرة اللي باين من ضمن يعني النتائج اللي كانت ربما ملفتة ان الموافقة على قرار رئيس الوزراء بوقف عرض الفيلم وإحالة الموضوع للمصنفات مرة تانية، كان في الحضر نسبة الموافقة على هذا القرار أعلى كثيرا من الريف. في رأيك ده يرجع لإيه؟ الحضر 72 حاجة كده مظبوط؟ صحيح. يعني مهم، بس الأغلبية كانت موافقة كل أحوال. هو شوفي، هو ريف الفيلم اساسا ما انت عارف ما عندناش يعني دور عرض في الريف ده. احنا عندنا مشكله انه اغلب المحافظات ما فيش فيها دور عرض كافيه. ما هو معظم الناس كمان استاذ طارق ما شافوش الفيلم اصلا، بس سمعوا مجرد كلام يعني. هقول لك هو الشخصيه المصريه بطبعها شخصيه محافظه، لما تعرف انك شلت حاجه قبيحه بيأيدها على طول غير ما يشوفها. وعندنا كمان قناعه ان الابويه، السلطه الابويه بتاعت الدوله هي اللي بتحمينا. في قناعه مصريه لسه ما اتحركتش، يعني انه دايما كل حاجه على الدوله ان تقوم بها. ده جزء برضو تضعيف الحسبان. نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طارق الشناوي ناقد السينمائي المعروف والكبير، اشكرك على مشاركتك لنا. نتحول لموضوع اخر وهو تشكيل لجنة مشتركة بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتعديل لائحة السجون وبحث الشكاوى اللي بترد للمجلس. هذا واحد من أهم ما انتهى إليه لقاء الرئيس عادل منصور وأعضاء مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي. مطالب المجلس بتعديل لائحة السجون لم تأتي من فراغ، بل من مجموعة من الملاحظات اللي رصدها المجلس في زيارات متكررة لسجون مصر، كشفت عن مجموعة أشياء: تردي الأوضاع داخل السجون، سوء الأحوال المعيشية والصحية، اتساع ظاهرة الحبس الاحتياطي، تكدس السجون بأكثر من ساعتها، ويعني ساعات التريد اللي كانت قليلة جدا. هذا الاجتماع انتهى إلى إعادة النظر في حالات الأطفال المحبوسين لبحث الإفراج عن غير المتورطين في أحداث العنف والمقبوض عليهم بشكل عشوائي. برنامج هنا العاصمة علم أن المجلس سوف يطلق مبادرة في القريب لجمع بطاطين للمحبوسين والسجناء الذين ليس لديهم أسر داخل السجون وليس لديهم أو أسر عفوا داخل السجون وليس لديهم بطاطين. الاجتماع ده حضره أستاذ محمد فائق وهو رئيس المجلس مجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضا نائبه الأستاذ عبد الغفار شكر وغالبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان مع وزير الداخلية وعدد كبير من قيادات الداخلية. معي عبر الهاتف الأستاذ عبد الغفار شكر. طيب مش معانا أستاذ عبد الغفار شكر، لكن بالتأكيد هيكون لنا متابعات أو البرنامج متابعات في الأيام القادمة حول هذه المبادرة والملاحظات أيضا اللي خرجت من مجلس القومي لحقوق الإنسان. في ختام يعني أخبارنا ومتابعتنا، الخبر اللي فاجئنا وفاجئ كتير من معجبين الكينج الملك محمد منير هو خبر زواجه. أخيرا أشهر عازب في مصر يتزوج، عقد قرانه محمد منير بالأمس يوم الجمعة على فتاة من أصول نوبية تعيش في لندن. وحسب الأخبار المتداولة تحديدا الخبر كان منشور النهاردة على تويتر بيؤكد أن محمد منير عقد قرانه بالأمس وأنه هو سافر لندن لشهر العسل وهيعود قريبا لمصر، وأن بيت
الزوجية هيكون في مدينة 6 أكتوبر. ربما ده من أجمل الأخبار اللي بنختتم بها متابعتنا الإخبارية الليلة. أكيد كل الأمنيات الطيبة، وألف مبروك للكينج اللي أسعد ناس كتير، ونتمنى نشوفه بإذن الله أسعد زوج في الدنيا. إذا نخرج إلى فاصل ونواصل من بعده متابعتنا. والملك الطاهر بركاته علينا امين. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح به. يا رب خلصنا، يا رب سهل طريقنا. الله الرب اضاء علينا. يا رب يخلصنا من الإحساس بعدم الأمان، من القلق، ويسهل طريقنا إن شاء الله، وتتم الخطوات متلاحقة وفي أمان ويسر نحو تنفيذ خارطة الطريق ونحو استقرار لبلدنا بإذن الله. برحب بضيفية دكتور إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية. أهلا بحضرتك. أهلا، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة، ميرسي. أرحب أيضا بالكاتب الأستاذ مدحت بشاي، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة، ميرسي جدا. يعني 3 سنين من وقت قيام الثورة، الشعب المصري كله يعيش حالة من التوتر، من القلق، من عدم الاستقرار. ما نقدرش ننكر ان مسيحي مصر هم من حملوا عبء وجزء لا يستهان به، سواء من استهداف او من استهداف لمنازلهم، لكنايسهم، واشكال عديده. ولكن النهارده واحنا في ليله الاحتفال بعيد القيامه المجيد، بنحاول ان احنا يعني ندعو ربنا ان شاء الله انه يتقبل مننا ان احنا يعني نمشي ناحية الاستقرار وأمورنا تتسهل ونتخطى كل هذه المشكلات. أبتدي مع حضرتك دكتور إكرام. البابا تودروس السنة دي ده العام الثاني اللي بيحتفل فيه بهذا العيد، واستمرار لحالة يعني من عدم الاستقرار في مصر. بتشوف إدارته هذه الفترة في السنتين دول للكنيسة ولأمور المسيحيين بشكل عام كانت إزاي؟ هو أنا بشوف أنه من ساعة ما جيل بابا تودروس هو بيدير الكنيسة بحكمة شديدة، وواضح أنه من أول لحظة قال أنه مش هيتدخل في السياسة بشكل مباشر، وفرق بين ما هو وطني وما هو سياسي. يعني هو وجوده في خريطة الطريق كان كمسؤولية وطنية في وقت كنا محتاجين فيه كل القوى اللي موجودة على الأرض إنها تقول رأيها في التغيير اللي حصل بعد 30 يونيو، وفي الثورة اللي حصلت في ذلك الوقت، وفي الرؤية المستقبلية في خريطة الطريق. فكان طبعا من المفيد إنه يكون في شيخ الأزهر، ويكون في البابا تودروس، ويكون في قائد سلفي، ويكون في المرأة، يعني يكون كل أطياف الشعب ممثلة في ذلك الوقت، علشان فكرة دعم الشرعية ومش دعم الشرعية، والشرعية فين وكده. فكان لازم يبقى واضح بالضبط إيه الرأي الموجود. الحاجة التانية اللي أنا شايفها إنه المسيحيين في موقفهم من مثلا إحراق الكنائس وعدم الرد العنيف منهم، وانه في تحركهم اختلف تماما عن ما قبل. يعني ما قبل كده كان دايما بيبقى رد الفعل في بعض العنف، او في بعض من حتى العنف اللفظي. يعني الاول مره انا كنت كتبت مقال في الموضوع ده، وقلت الاول مره ان المسيحيين اصبحوا رقما في المعادله المصريه. يعني قبل كده المسيحيين ما كانوش رقم في المعادلة المصرية، كانوا بيستخدموا بطريقة أو بأخرى، وكان
زي ما احنا كنا بنشوف انه الامن كان في العهد الاسبق كان بيلعب على حاجتين مهمين جدا، الفتنة الطائفية والكورة، عشان يلهي الناس عن اخطاء الحكم يعني كده او كده، وكان بيصنع كثير من الفتنة الطائفية بطريقة او باخرى في الاحداث بالذات، واخرها كنيسة القديسين في الاسكندرية في الاسكندرية، وكان في ردود فعل من المسيحيين بتزيد هذا التصرف. بعد الثورة ونزول المسيحيين لميدان التحرير، وكان واضح جدا ليهم دور واضح جدا في الثورة، شباب الثورة الشباب المسيحي يعني مع الشباب المسلم مع المرأة مع كل الأطياف، ابتدى تصور جديد للدور الوطني للشعب المصري ككل مش بس المسيحيين. من ضمنهم المسيحيين قدروا انهم يدركوا طبيعة المرحلة، وقدروا انهم فعلا يغيروا توجههم الوطني ناحية مصر، هو طبعا وطنيين لكن توجههم السياسي ان يكون في اتجاه واضح، لدرجة انه عملية حرق الكنائس وكده هم وقفوا وقالوا ده قربان لأجل مصر، وإحنا وده كان بيستدرجوا المسيحيين لفتنة طائفية. طب اسمح لي أنقل الكلام لأستاذ مدحت، في رأي حضرتك أن فعلا ورقة الطائفية ما أصبحتش في المعادلة دلوقتي؟ يعني إحنا من وقت للتاني بنشوف، ما زلنا بنشوف للأسف وقع، يعني يمكن النهاردة الحادثة اللي كانت صبح وقيل إن هي في الخصوص واتقال إن هي مش طائفية ولكنها مشكلة عادية، ولكن مجرد ما بيكتب في الخبر حتى باللغة الصحفية متقال مجموعة من المسيحيين والمسلمين، خلاص بقت فيها صبغة طائفية أكيد. بشكل أوتوماتيك يعني. وعشان كده يعني انا يعني حتى يعني مصر في الفتره دي قوي اقول للساده المرشحين للرئاسه مساله مهمه جدا قدامكم، حاجتين مهمين جدا وملحين، مساله الاحزاب بمرجعيه دينيه لازم يشوفوا لها حل، ولازم يبقى موقفهم واضح جدا في المساله، لانه اذا كان الدستور يعني وقفته كانت هايله وحاده، لكن قولوا لي يعني ايه الاماره بتاعتكم هتحلوها ازاي؟ يعني ادونا اماره قبل ما تقولوا برامجكم وقبل ما تقولوا اي حاجه. اذا كان هيبقى في توفيق الاوضاع هيتم التوفيق ده ازاي؟ لانه احنا ازمتنا كلها نشات من هذه النقطه تحديدا، لانه الجو محتقن من زمان نتيجة جهل ونتيجة فقر ونتيجة استخدامات سيئة لعوامل بيئية وإنسانية وثقافة ضحلة. الفترة دي كلها كان ده حصدها، زود المسألة ما فعله طارق البشري ولجنته، ووصلنا إلى عملية الأحزاب بمرجعية دينية دي. فإحنا معانا الوصيف، معانا الحزب الثاني للحرية والعدالة، وللأسف تقصد حزب النور يعني؟ وللأسف النخبة اللي بتخدعنا تاني وللمرة المليون، ويعني انت شايفة حضرتك البرامج كلها بترحب بيهم. ورغم الدستور واضح قوي، في مادة في الدستور ألغت الأحزاب بمرجعية دينية، فعندك قولوا لي هتعمل ايه يعني تحديدا، لانه يعني المسيحيين في مصر بشكل عام هم محتاجين تضمينات، مازال تضمينات في الجزئية دي بالذات، قولوا لنا هتعملوا ايه، لانه هم مصرين انه دعوة يطلع لها حزب، يعني جهة دعوية يبقى لها حزب. وبعدين يعني إلى هذه اللحظة تصريحات زي الأخ ياسر برهامي بشكل واضح جدا كلها مخيفة، يعني ما يقول لك أنا هختار على أساس الأكثر تدينا، هختار الرئيس بتاعي مين أنت علشان تقول ده أكثر تدينا وأكثر، بس هو بيتكلم في النهاية جمهوره ويعني من يؤمنوا بفكره. لا بس أنا عايز أقول حاجة هنا، حكاية تطمين المسيحيين دي أنا مش موافق عليها، هو تطمين المصريين لأنه طبعا. إحنا شفنا إنه الذي أدير من وصول حزب ديني للحكم هو كل المصريين، صحيح. والمسيحيين دول أقلية من المصريين، فالضرر كان على الجميع، فبرضو لو احنا مشينا في نفس السكة تاني ده ضرر على نفس النتائج مرة تانية يعني. فأنا مش عايز نقول
يعني تطمين مسيحيين او تطمين مسلمين او يعني خلينا الوطن. نتكلم عن المصريين وايه اللي يفيد الوطن للمستقبل، هل يفيدوا احزاب بمرجعيه دينيه؟ اوكي اذا كنا اتفقنا على كده نمشي، اذا ده لم يفد احدا يبقى لازم نكون واضحين في هذا الاتجاه يعني. طب نرجع مره تانية للاحتفالات اللي احنا بنتابعها النهارده، للأسف وإحنا بنتكلم وبنسأل مراسلنا الموجود قدام الكاتدرائية مين الشخصيات اللي موجودة وإيه أجواء الاحتفال، السؤال اللي بيفرض نفسه الأجواء الأمنية. طبعا هل القلق والحالة الأمنية اللي موجودة في مصر يعني بتعكر صفو الاحتفال بشكل أو بآخر بالأعياد السنة دي كمان؟ غير شك طبعا. طبعا الاحتفالات وغير الاحتفالات وأمن الأسرة، يعني نفرض أن ما فيش احتفالات، ما هو برضو الناس هم رايحين الشغل مش مطمنين، وهم قاعدين في بيوتهم مش مطمنين، وولادهم رايحين المدرسة مش مطمنين، وهكذا يعني. فالاحتفالات طبعا بتكون فرصة أكتر للتفجيرات لأنه في زحام وفي حاجات زي كده، ممكن الناس تندس أو الإرهابيين يدخلوا وسط الزحام ويفجروا حاجات زي كده. فبرضو نفس القصة انه دايما في الاحتفالات والمهرجانات والموالد نفس القصة بالزبط انه بالزبط. بيبقى في مشكلة ازاي الامن يضبط الزحام. فدي انا بعتقد انها تاخد وقتها، وانه لازم يكون في خطة امنية واضحة تضبط هذه الامور، ولازم الناس يكون ليها دور في هذا في الامن يعني. يعني برضو الناس المصريين ما زالوا طيبين قوي، وممكن ما ياخدوش بالهم ان في حد بيزرع قنبلة او واحد يعني مرتبك او في حاجة معينة، لكن يعني في اكتر من حادثة كان في انتباه من الناس وقبضوا على واحد وطلع هو اللي عمل الحادثة، وابتدوا كمان بيبلغوا، بدأ في بلاغات عن اشتباه في اي اجسام او كيس متساب في مكان. يعني ابتدى يبقى فيه برضو وعي، بس مش بالنسبة المطلوبة يعني. يعني في الخارج كل الناس كده تلاقيها منتبهة، رغم ان هناك يعني مفيش ارهاب زي عندنا او كده، لكن الناس منتبهة جدا لاي حاجة غير طبيعية. يعني شنطة مثلا محطوطة في مكان ما حدش يقرب منها ويبعده، لكن احنا عندنا لما يحصل انفجار الناس تيجي حوالين الانفجار وتقف، ممكن يكون في قنبلة تانية وراهم فتنفجر فيهم، ودي النصائح اللي بتوجه طول الوقت. والبوليس يحاول يفرقهم مش بيقدر. طيب ارجع لحضرتك استاذ مدحت، واحنا يعني بقالنا أسبوع وصولا للنهاردة في احتفالات أسبوع الآلام، وصولا للنهاردة وبكرة إن شاء الله إحياء العيد، لو ممكن حضرتك تطلعنا، لأن جزء برضو من تغيير حاجات كتير عندنا إن إحنا نعرف بعض أكتر. القشور ده ما بيوصلش الحاجة، والتراضي برضو ما بيوصلش الحاجة، عايزين نفهم أكتر أسبوع الآلام وصولا إلى عيد القيامة المجيد مغزاه ومعناه الروحي عند المسيحيين. هو الـ يعني حتى جوه القداس نفسه يعني بتاع الليلة دي بيبقى انتهاء يعني الألحان الحزينة، يعني في وقفة كده وتلاقي تنتقل إلى الألحان الفرايحية، لأنه على اعتبار، وعشان كده يعني المسألة مهمة جدا مسألة زيارة القدس الحقيقة، لأنه الحقيقة العقيدة المسيحية عقيدة يعني بتصل نتيجة المحاكاة، يعني تلاقي كل التفاصيل الدينية معمول لها، يعني احنا بنقلد حياة المسيح السيد المسيح بشكل دقيق في كل تفصيلة من تفصيلاته. فلما يعني تفصيلة من التفصيلات دي نحرم الناس منها او نباعد عنها نتيجة ان احنا ما نشوفهاش، دي بتبقى صعبة جدا. فعندك وعشان كده بنهتم مثلا بفن الايقونات، تلاقي الايقونة مسألة مهمة جدا في الكنيسة المصرية، لانها بتصور مشاهد من حياة السيد المسيح، معجزاته، الرسل، يعني تفاعلهم مع الـ يعني رحلة السيد المسيح. فالأسبوع الألم ده كله هو أسبوع الذروة اللي يعني انتهت بصلب السيد المسيح، فبالتالي كل يوم بيبقى له حكاية مختلفة يعني. ابتداء يعني من بعد أحد الشعانين
احد الشعانين ده هو سمي هكذا لانه هو شعنه يعني وصلنا ابن داود يعني وابن داود ده نتيجه انه اخر ملك يعني او يعني تاريخ يعني النسب يعني نسب السيد المسيح كان فهو يعني كانوا مستقبلينه كملك يعني فهو داخل كانوا بيفرشوا له هدومهم وكده كنوع من الترحيب ومتصورين انه بدايه ملك هيحكم يعني فالسيد المسيح يعني جاء برساله سلام وما جاش عشان يحكم يعني هو يعني كان في مشكلة في إنه التعاليم الدينية اللي بتعطى عبر يعني كهنة أو الناس المسؤولين عن العقيدة في الوقت ده نتيجة إنهم كانوا متشددين جدا فهو قال لهم أنا يعني ما جئت لأنقض بل لأكمل ويعني يعني حاول يخفف من الرسالة ديت ودنت مشيت بقى الايام الى مساله الصلب ثم القيامه الاسبوع ده بقى كله يعني بيبقى يجسد هو هذه المراحل. يجسد هذه المراحل وصولا الى الاحتفال بـ 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 بقيامه السيد المسيح والمشهد اللي حضرتك مش عارف شفتيه ولا لا النهارده في كنيسه القيامه اللي هو مساله خروج النور من قبر السيد المسيح فالحقيقه المشهد ده يعني الناس اللي بتقول يعني ما هو مصر مليانة مزارات وانتوا يعني ما هو ما المسيح يعني مشي هنا وهو طفل مسائل يعني كوميدية جدا ومستفزة احنا هنأتي على هذا الموضوع لكن اسمح لي نكمل في يعني المعنى لهذا العيد الكنائس المختلفة بتحتفل بالعيد طبعا. اللي عايزين نعرفه هل في اختلافات حقيقية يعني بين الكنائس الثلاث؟ لا ما فيش اختلافات في شكل الاحتفال حقيقية. بالعيد في شكل الاحتفال حتى في شكل الاحتفال مثلا الدخول بتاع الدخول المسيح الى اورشليم كانوا دايما الانبياء لما يحب يؤدوا رساله بيعملوها في طريقه دراميه او يعني زي تمثيليه يعني فهو كانوا منتظرين الملك اللي هو يركب على فرس ويمسك سيف وزي يعني أورشليم دي دخلها عشرات الأباطرة وقتلوا الناس وحطموا أورشليم وآخرهم كان سنة 60 الرومان فالمسيح بيقول إن هو يختلف عن هذا الدخول فهو بدل ما يدخل على حصان دخل على حمار وبدل ما أتباعه ويشيلوا سيوف ويدخلوا يقتلوا في الناس شالوا سعوف النخل اللي بتشوفيها حضرتك اللي هي السعوف الجميلة دي رمز السلام وبدل ما هم ينشروا له في الأرض حاجات كانوا بيخلعوا ثيابهم ويحطها تحت رجلين الأتان اللي هو الحمار فكان ده تصوير كامل لرسالة المسيح ان هو جاي للسلام وهو ليس رجل حرب او رجل سيف لم يأتي ليحكم فالكنائس كلها بتحتفل باحد الزعف اللي هو فيها لب رسالة المسيح او المقدمة اللي عملها السيد المسيح وبعد كده في الجمعة يوم خميس العهد اللي هو ليلة المسيح ما اتصلب في المسيح عمل العشاء الأخير لي اللي كان موجود في يهوذا اللي خانوا وهو كل معاهم كلهم وأشار إن في واحد منهم هيخونه وبرضو دي كانت حاجة يعني زي دراما التاريخ يعني اللي هي خيانة الصديق وقبلة يهوذا دي كانت يوم خميس العهد فبرضو كل الكنائس في يوم خميس العهد بما فيهم الكنيسة الإنجيلية أو الكاثوليكية بتعمل هذا الطقس اللي هو المايدة والأسيس بيقف وبيكسر المايدة وبيذكر الناس باللي حصل في هذه الليلة وبيغسل أرجل أتباعه يعني يوطي ويغسل زي ما عمل نوع من الاستضاعة يوم الجمعة بقى اللي فيه الصلب بيبقى طول اليوم الناس بتتكلم تأملات عن الصليب
وموت المسيح على الصليب، وازاي انه مات بسبب الشر اللي موجود في العالم، وبسبب انحراف العدالة، وبسبب كذا وكذا وكذا. يعني المسيح، يعني بيلاطس اللي هو حاكم المسيح، قال انا لم ارى في هذا الرجل، يعني هذا الرجل بار وغسل ايديه، واليهود هم اللي حكموا عليه، لكن هم ما كانوش، لانهم كانوا محتلين من الرومان، ما كانش عندهم القدره انهم يحكموا حكم موت. فهم حكموه في الاول في الهيكل، وبعدين راحوا ودوه لبيلاطس عشان يحكم عليه. فهو لما شاف الادعاء بتاعهم قال ان الرجل ده ما صنعش حاجه غلط يعني، وغسل ايديه وتركوا ليهم ان هم انه يصلب يعني. فبرضو بنحتفل اليوم ده بالعدالة الضائعة وفي الأرض يعني، وبموت المسيح الحمل الوديع رجل السلام اللي جه للعالم كده. وبعدين بنيجي يوم الحد بقى بنحتفل بانتصار الحياة على الموت، انه رغم ان الأرض ما فيهاش عدالة، رغم ان فيها ظلم، رغم ان فيها فوضى، رغم ان فيها إرهاب، لكن في النهاية العدل هيكون في النهاية، الحياة هي اللي هتنتصر يا رب. يا رب اسمحوا لنا نخرج لهذا تقرير ومجموعة من مثقفي ومشاهير مصر وهم بيقدموا تهنيهم بعيد القيامة المجيد، ثم نواصل هذا الحوار. واحنا نحتفل بعيد القيامة اليوم في وضع أمن غير مستقر ووضع أمن صعب، ماذا تقول؟ بقول يعني انه يعني نتمنى العزاء لجميع الشهداء في خلال الفترة اللي فاتت، وخصوصا في ظل الوضع الامني الغير مستقر زي ما حضرتك بتقول، ولكن في النهاية الاعياد المصرية بتجمعنا كلنا، الاعياد المصرية بنلتف حواليها كلنا، الاعياد المصرية بتفكرنا دايما انه بشهدائنا، وبتفكرنا بمستقبلنا ان شاء الله. اقول للأمة المصرية كل عام وانتم بخير، اقول للإخوة المسيحيين في مصر وفي العالم كله كل عام وانتم بخير، خالص التهاني لقداسة البابا طوادروس الثاني بمناسبة هذا العيد، وكل الإخوة المسيحيين، وهو تأكيد الحقيقة هذه الزيارة تأكيد على روابط المحبة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، تأكيد على أننا ماضون جميعا في طريق واحد، طريق بناء هذا الوطن، طريق 30 يونيو، طريق يناير، طريق استقرار مصر. طبعا أولا بنهني أخواتنا وأهالينا الأقباط بهيد القيام المجيد، لهم كل سنة وهم طيبين، وربنا يهدى لنا إن شاء الله بكل خير إن شاء الله، ونشهد إن شاء الله مرحلة قادمة في رخاء وتنمية في مصر إن شاء الله. كل سنة وإخواتي المسيحيين بألف خير وفرح وأمان ومحبة، مزيد من المحبة، لأنهم هم الحقيقة يعني من يعلمون المحبة، ومن يعلمون التسامح والغفران للمسيء، وهكذا عهدنا منهم دائما، ونتمنى لهم ان شاء الله السنه دي تكون اجمل. اقول كل سنه ومصرنا بخير وشعبها بخير، وبركه عيد القيامه تحل عليها وعلى مستقبلها، وتخلي شعب مصر دائما متطلع للامام. السيد المسيح على الصليب وكان مشهدا شديدا مع الجنود الرومان قساة القلوب، ومع اليهود المتشددين، ومع الجو الصعب اللي كان موجود في وقتها، وكان اليهود يصرخون اصلبه اصلبه، كانوا يقولون هذا لبيلاطس الوالي. أما بيلاطس الوالي وكان واليا ضعيفا فقد حكم ولم يكن يهوديا بالطبع، فقد قال في حكمه على السيد المسيح أنني بريء من دم هذا البار، ثم سلمه لليهود ليصنعوا به كما يروق لهم. واحنا بنتابع الاحتفالات الليلادي بعيد القيامة المجيد، وبنشوف التفاف المصريين مسلمين ومسيحيين داخل الكاتدرائية وأمامها للاحتفال بهذا العيد، منقدرش ما نتكلمش عن رحلة السيدة مريم والسيد المسيح لمصر واحتمائهم هنا حوالي 3 سنين في هذه الأرض قبل العودة مرة أخرى لفلسطين. نتوقف عند مصر وعلاقتها بالأنبياء وبالديانات بشكل عام، وتحديدا نتوقف مع رحلة المسيح.
ويعني زي الدكتور إكرام ما قال، يعني فعلا واحد أمان مصدر ثقة، بدليل أنه من أول لحظة شر عليهم أنه علشان تهرب من غضب هيرودس عليك بأنك تلجأ لمصر. يعني ليه مصر؟ ليه مصر؟ لأنه الـ يعني الأكثر حضارة، الأكثر يعني تفهما، اللي عندهم يعني إلى حد ما يعني إيه سلام اجتماعي بشكل أو بآخر. يعني الحكاية الثانية إنه يعني عندهم ما يوازي الأديان، يعني عارفة عقائد تقترب من التوحيد وتقترب من يعني ده كله كان تمهيد أو يعني يعني شيء يعني مطمئن. يعني الرحلة كمان خدت أبعاد تانية، إنه يعني كانت زي يعني مصدر خير للبلد، يعني كان كل ما بيحط في محطة كان ده بي يعني كنت طاقة خير يعني إلى حد كبير يعني. وإحنا بنتكلم عن وضع مصر تحديدا، الديانات، الكنائس، زيارة أو رحلة السيد المسيح لمصر، أيضا جبل طور في سيناء، يعني كثير من الأماكن المقدسة في مصر واللي لها يعني مكانة دينية عند في داخل كل مصري. بيبرز السنة دي أكتر من أي سنة تانية الكلام عن زيارات المصريين للقدس لكنيسة القيامة تحديدا. بدأ الحديث مرة تانية، ظروف اتغيرت، من حق المسيحيين إن هم يذهبوا لكنيسة القيامة، إن هم يزوروا هذا المكان اللي له معنى كبير عندهم. بالتأكيد في رأي حضرتك هذه المجاهرة هذه السنة والإعلان عن زيارة كثير من الأسر المسيحية لكنيسة القيامة وفتح الحديث مرة أخرى، هل ده بيعمل نوع من الزلزال، الانقسام داخل الأوساط المسيحية، داخل المسيحيين، أم أن الأمور فعلا بدأت تتغير ولازم يكون في نظرة مختلفة؟ هي ما تغيرتش، حتى مع قرار البابا شنودة قبل كده كان الناس مش بيروحوا طاعة لقداسة البابا يعني، لكن هم من جواهم يحبوا يروحوا ويشوفوا الأماكن المقدسة اللي بتعني لهم طبعا، اللي بتعني لهم وكده. فحصل تغيرات بعد ثورة 25 يناير حصل، وانا حتى زمان انا كنت بقول انه من الناحيه السياسيه احنا بنرفض ان احنا نروح هناك، لكن من الناحيه الدينيه المفروض ان دي حريه شخصيه للناس. يعني انا كنت بنتقد ان الكنيسه تفرض على الناس تروح ولا ما تروحش، يعني ده مش دور الكنيسه بصراحة يعني. وأنا قلت كده من أيام برضو قداسة البابا لما كان موجود، وكنت بقول إنه ده يترك للناس. إذا يعني ممكن يقول مثلا إن أنا ما أحبش الناس تروح، لكن اللي عايز يروح يروح، يعني ده اختيار شخصي. وإحنا عايزين نتخلص من ده، مش بس من الكنيسة بتعمل كده، لكن برضو لغاية دلوقتي الدولة بتعمل كده معنا، أو الحكومة بتعمل كده معنا، أو الوزراء بيعملوا كده مع الفئات التانية، وكأن الشعب المصري دول مجموعة أطفال عايزين يوجهوهم للحاجة الصح وهم مش عارفين. المفروض إنه الشعوب بتنضج والشعوب بتفهم، وممكن ناس كتيرة ما تحبش تروح القدس وناس كتيرة تحب تروح. يبقى اختيار شخصي في النهاية، يبقى اختيار شخصي بدون عقوبات. يعني أيام البابا شنودة كان عامل عقوبات، إن اللي هيروح لازم يعتذر ولازم يكتب في الأهرام ولازم مش عارف إيه، فكان في نوع من العقوبات على الناس، وعقوبات الكنيسة دي صعبة جدا على الناس. يعني هل ممكن البابا تودروس هذا العام في الظروف دي وفي يعني رغبة كبيرة من كتير ان هم يزوروا القدس ممكن يتغير؟ وبس انا عايز اقول حاجة، انه دايما هناك ادعاء يعني مش مظبوط ان الحكاية ابتدت مع البابا شنودة. القرار ده اصلا البابا كرولوس واخده سنة 68، وده اللي الناس يعني دايما حتى الرموز الكنسية تقول انه القرار ده قرار باعتباره قرار يعني سياسي بطولي يعني. انما اللي حاصل فعلا انه سنة 68
البابا كرولوس كان هو صاحب القرار الأول، نتيجة أنه عدوان 67 وسيناء كلها كانت محتلة. يعني أنت تلت بلدك تقريبا محتلة، يعني إيه بقى تروحي تزوري، يعني أنت أمام عدو مباشر، وسيناء اللي هي حتى المكان اللي بتعبري من خلاله محتل. فطبعا كانت المسألة، ومش بس الحقيقة يعني أصدر قراره ده، عمل اتصالاته بمجلس الأمن، وعمل وراح زار البابا الفاتيكان ساعتها، وصعد المسألة دوليا بشكل أو بآخر. هل ممكن وعمل لقاءات مع التلفزيون الفرنسي ياميها، وجريدة الجمهورية نشرت له لقاء موسع في الحكاية. فأنا قصدي أقول أنه الحكاية قديمة، لكن المهم ان حصلت متغيرات فعلا، وانه الفلسطينيين نفسهم قالوا ان احنا محتاجين ده، محتاجين. حضرتك امبارح بس المسجد الاقصى كان المصلين بيضربوا بالهروات وبالخرطوش يعني. فاللي بيصوروا المسألة على انها تطبيع، مسألة يعني خايبة جدا، لانه اذا كان اسرائيل نفسها لو هو تطبيع واسرائيل محتاجة مثل هذا التطبيع، لا تعامل الناس بهذا الشكل. بالعكس يعني هي في ظل منظومة يعني كلها خوف، مش من مصلحتها انها بالاضافة لانه الاقتصاد الفلسطيني، وده الرئيس الفلسطيني نفسه طلب من السلطات وطلب من الناس انها تسافر، وقالوا انه مليار مسلم لما يوصلوا او يعني يبقوا على وصال وانهم يجوا، وايضا المسيحيين، ده بالعكس بيقوي انتوا مش بتعاقبوا السجان قد ما السجين مهم ان هو يحصل له تواصل. فالحكايه كلها، وبعدين الدوله كمان يعني تستغربي جدا، تخيلي انه في الصناعات النازجيه احنا عاملين اتفاقيه اسمها الكويز. صحيح. كل 100 جنيه اسرائيل المواطن الاسرائيلي بياخد 12 جنيه منهم. يعني سماح النخبه اللي عماله تقول تطبيع. صحيح. اغضبوا من ده، مش تغضبوا من ال يعني. في الختام لقائنا انا بشكر حضور حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه، ويا رب ليله امان وسعاده، وبكره يكون احتفالات جميله ورائعه، وما فيش حاجه تعكر صفو احتفالاتنا. احنا مستمرين، وباذن الله يكون يوم جميل على كل اخواتنا المسيحيين. بشكركم مشاهدينا على متابعتنا في هنا العاصمه هذه الليله، القاكم غدا باذن الله، تصبحوا على خير.